يقول لك بعدين وان سيجزل له الشاكرين اخر الايه. جعل الشكر الموجود الى الله عز وجل ما جعل بها تحديد، يعني ما رفع جانب واسقط جانب، انما جعل الشكر لله عز وجل. والجزاء الموجود ليس جزاء معين، انما الجزاء من عند الله عز وجل. اذا يتمثل الجزاء من الله عز وجل لمقامه العظيم ولكرمه على عباده، فإذا وعد الله عز وجل بالجزاء فلم يحدد بها رتبة ولم يحدد بها مرحلة ولم يحدد بها ولم يحدد، إذا دليل على أن الجزاء عظيم. الجزاء عظيم ومثول الشكر هنا. ليش الله عز وجل قال الشاكرين؟ قال ومثول الشكر لله عز وجل وثبات الأمة على ما قد عهد الله عز وجل عليهم أن يعهدوا عليه. قال هذا هو الجزاء. مولاي ترى الشاكرين مو معناته الشكر، يقول لك مولاي تقعد تاخذ تاكل لك حاجة وشكرا لله وانتهى الموضوع، لا، إنما الشكر هو الشكر الفعلي. شكر الإنسان الشكر الفعلي، يعني مو أكل وجالي ما أدرى عنه، هذا هو مولاي ما يعد شكر هذا، لا، الشكر هو العطاء، الشكر هو البذل، الشكر هو الاغتنام في العمل مع الله عز وجل. إذا هذا وضوح الشكر فيها. قال فبها جزاء عظيم من الله عز وجل للشاكرين فيها. بل بدخل موضوع الشكر وانواع ومراتبه وغيره ومدري شنو، انما ناخذ معنى الاجمالي فيها. اذا قال يصل الى هذا المقام، لكن هؤلاء ايضا قال في الانقلاب على العقيده، انقلاب على الشريعه، انقلاب على الدين، انقلاب على هذا، قال وانقلاب على ما خلفه الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم من ريحانته ومرعته فاطمة الزهراء عليها السلام، بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بالحسن، بالحسين. يقول لك إني مولاي أصبح الانقلاب على رسول الله من كل جانب. فاطمة بضعة مني فمن أداها فقد أداها. بضعة قطعة قطعة مني فاطمة، فإن لم أجسد بينكم جسدا ففاطمة جسد جسدكم. فاطمة الزهراء آخر ساعة تتخلوا على الثلاثة واحد فيهم سمى رسول الكلام، وظل أمير الرسول الأكرم على فراشه يعل أنينا يقطع القلب. وصلوا بجرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما ردعه أحد أحد، ما أحد ثلث. إني رسول الله أصبح يعن أنينا يقطع القلوب. خرجوا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فما بقى معه إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما بقت معه إلا فاطمة الزهراء والحسن والحسين. يقول فنادى في فاطمة الزهراء بنية فاطمة ابن مني. قربت فاطمة الزهراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح يوصيها ما أوصى ويوصيها وصايا، إلى أن نظر إليها قال بنية يا فاطمة. قالت أبا. قال يا فاطمة أتني بالصفة الفلانية. يقول فقامت فاطمة الزهراء أتت بها فتحتها، يقول ما إن فتحتها فاطمة الزهراء فأحتها رائحة الكافورة والبيس، صاحت ومحمدا وإذا بها حانوت من الجنة. قال بني يا فاطمة هذا حانوت من الجنة قد أداني يا الله عز وجل، أداني به جبرتي. قال بني فاطمة قسميه علينا. فتحت فاطمة الزهراء ذلك الحنون، أخرجت واحد فقربته من رسول الله، أخرجت الثاني فقربته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخرجت الثالث فقربته من نفسها،
وأخرجت الرابع فقربته من الإمام الحسن فنظرت داخل الصندوق وإذا به خالي. أقول يا من انكسر قلبها جاء بالحنوت لها قامت لتنظرا وتناولت وشمت وشوقت الزهراء وطيبت من ريحته وهلت العذراء بها ولها وزعت الهاشمية شالت قطع مني وصاحت يا بي العين هالقسم لك وهالقسم لمشيد الدين وهالقسم لي وللحسن وتهضم حسين وقالها أنا مالي قسم من هالعطيه ما هو أنا منكم يا زهرة حاسبيني شنه السبب يم الحسن ما تذكريني والمصطفى يناد اصطبر يا نور عيني يا ابني حنوطك من تراب الغابرية يا والله احس كانما رسول الله يوم يقول هالكلمه قام يكتم على صدرها يا ابني حنوطك من تراب شيعة موالين عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء بعدها نادى في أمير المؤمنين علي قال ادمني حبيبي يا أمير المؤمنين قال يا علي يا علي احفظ أمانتي وأبقى احفظ أمانتي نظر إلي يا أمير المؤمنين قال قاصدا بها فاطمة الزهراء عليها السلام لكن يا علي أوصيك أوصايا قال أوصني يا رسول الله قال يا علي ارفع راسي وضعه بحجرك رفع أمير المؤمنين رأس رسول الله وضعه في حجرك هذا وقد ضمه إليه قال حبيبي يا أمير المؤمنين أوصيك وصايا اعلم أنهم من بعدي سينقلبون عليكم نظر أمير المؤمنين فصاح يا علي نظر رسول الله فصاح يا علي أتصبر أم لا قال على من يا رسول الله قال يا علي يحرق باب دارك قال صدم محتسبا قال يا علي يهجم عليك دارك قال صدرا محتسبا قال يا علي يا علي اعلم على انهم يهجمون على دارك وترتم فاطمة الزهراء على وجهها اتصبر يا امير المؤمنين ام لا قال يقول فاصبح امير المؤمنين يضطرب هذا ودموعه تتحدر على انخده قال يا علي اتصبر قال على ماذا يا رسول الله قال تسقط فاطمة بين الجدار والباب نعم يقول اللعين توجهنا الى دار امير المؤمنين عليه السلام قلنا اخرج يا علي وبايع والا اضربنا عليك الدار نارا اتتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هذا وقد ألبست مقنعتها فتحت الباب فاطمة فغشانا نورها فتذكرت اباها رسول الله وامير المؤمنين فما تمالك رفعت يدي ولطمت فاطمة على وجهها هذا وبال الدم في يدي نظر إلي الرجل أو نظر إلي قنفذ فقال يا رجل إن يدك تدمي صحت ويحك هذه من عين فاطمة أتصبر يا علي قال هو سلامة من ديني قال بلى يا أمير المؤمنين قال أنا صبرا محتسبا
شيع الوالي عظم الله لكم الاجر احسن الله لكم العزاء بعدها نظر الى الحسن والحسن قلب دموع ابن وامني ابن مني بني يا حسن ابن مني بني يا حسن يقول فخبرهم بما يجري عليهم قاصع بني يا حسن كاني ارى بك مسموما بني يا حسين كأني بي أراك ملقا بأرض كربلاء كأني أرى راسك معلق على السناء بني يا حسين كأني أرى بصب ضلوعك قد هشمتها أحوافر الأعوجية بج المكان والكل ينادي ومحمدا وحسينا هذا وقد أغمض عينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نظرت فاطمة إلى علي صاحت يا علي انظر إلى أمير انظر إلى رسول الله نظر إليه أمير المؤمنين في وجه رسول الله صاحت غمض عيونه وشيل وساده يا أبو حسين بطل ولينا المصطفى قربت عينه يا ابن عم ودس بيديه شوف يدير العين لنا ومد رجليه وجبريل ينعال فلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطل البواكي شعب قلبي يا حزينه لازم يا زهر اليوم حسيج تفقدينه وثوب المصايب عقب عيني تلبسينه ومنك يكسرون العده بالباب ضلعه طحت على ابوها تصيح بدمع سجاب انا مجان ضلع يكسرونه صاير الباب وصل وصل كرابيه وصل اصحاب لحد علينا يشتري يا قرة العب تسمع الوصيه نادى بنتي لجرعت كاس المنيه جيبك يا زهره لا شكينه وصدر الحزن وندام عبخد جريه شاف الحزن نحل عظامه وقرح العين يقول علي يا امير المؤمنين انا بكاء الحسن ما تحمله بكاء الحسن ما تحمله هدهم يا امير المؤمنين اخذهم امير المؤمنين وقربهم لفاطمه لكن كلما ارتفع صوت فاطمه بالبكاء ارتفع صوت الحسن والحسين والكل ينادي ومحمدا هذا وقد اخشي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا بالباب يطرق قامت فاطمه الزهراء وقفت عند الباب قالت من الطارق قال يا اهل بيت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائكه السلام على رسول الله السلام على امير المؤمنين السلام عليك يا فاطمه السلام على الحسن والحسين قالت من الطارق قال انا غريب اتسمحون للغريب بالدخول قالت رسول الله مخشى عليه يقول فدخلت فاطمه مره اخرى وإذا بالباب يطرق بعد فترة قامت فاطمة الزهراء وقفت عند الباب قالت من الطارق قال أنا غريب أتسمحون للغرباء بالدخول ولين واحد على الباب يتخفى بكلام نادي أهل على المظلل بالامام
احنا بالرخصة من النبي سيد الكون، ونادى النبي قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب قبر يم الحزن، هذا لنفرق بين بس سواه الله عقب عين بحسن. بعد مولاي موقف واحد واسألك الدعاء، ماذا اسألك الدعاء مولاي؟ رسول الله يوم شافته فاطمة الزهراء على المغتسل ايش نادى؟ انت لو تحضر هناك محضر فاطمة وتشوف الرسول على المغتسل شو تنادي؟ ناد اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية. مولاي انت محروم من وقفتك عند قبر رسول الله، ومحروم تعلو بصوتك هناك عند رسول الله مولاي، وتجيب هذه الابيات اريدك اليوم تجيبها. لاسم الله على طولك يا جمال على المختسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضك شف لي عن الوان الجمال وشيل الكفن عن غرتك ودعا هذا الحسن مشغول الشهيد حسين عبرات جريت. بعد موقف واحد مولاي واسألك الدعاء، تشوف مولاي يقيمون العزاء على الميت 3 أيام وبعد يروحون يجلسون عند القبر هناك يبجون عند القبر ها على فراق العزيز الغالي، لكن فاطمة الزهراء 3 أيام ما جلست على قبر رسول الله. صاحتي علي قوم قوم خلينا نروح الى قبر رسول الله، وصلني الى قبر الرسول، اخاف اروح يضربوني القوم هناك بروح عند القبر. صاحت ابا روح الى قبر النبي وبسعيد وبسعيد وبقعيد على قبره وبنعيد وبنعيم وبنعيم كسروا العدايا يا ظلعي وعيني يا ابويا ورموها يا العين يا ابويا الله يشم مدى الزمان أواليا صبت علي مصائب ماتم الحاج حسن. نعلن الأعضاء الكرام عن اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة لماتم الحاج حسن، وسوف يعلن عن مواعيد عملية الانتخاب من الانتخاب من الترشيح من الترشح والتصويت لاحقا. إذا أو لذا نرجو من الأعضاء الكرام التفاعل القوي سواء بالترشح أو التصويت، لما لهذا التفاعل من أثر إيجابي في نجاح عملية الانتخابات وزيادة التطوير في الخدمات التي يقدمها المأتم حتى نصل إلى الأهداف الكبيرة التي نسعى من أجلها إدارة المأتم. هذا الإعلان الأول.
باسمه تعالى. بيان تفشيل موسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الأول. انطلاقا من شعار رسول التلاحم والتضامن والتزام بالمسؤولية المجتمعية المقادة على عاتقنا نحن قريتنا، وحرصا منا على تعزيز أوصار الحب والعلاقات الطيبة، ارتأينا إطلاق مشروعنا تحت هذا الشعار، وهو مشروع يصب في ذات الرؤية التي أطلقها المجلس الإسلامي العلمائي: التلاحم والتضامن الاجتماعي وظيفة شرعية وضرورة مجتمعية. وتدعوكم مؤسسات القرية مشاركاتها في تدشين هذا المشروع مع ذكرى رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تعميقا وتأصيلا لخطنا الجامع الذي يلمنا جميعا تحت شجرته البارزة. وبمناسبة هذا التدشين تدعوكم لمد يد السخاء والكرم للمساهمة ماديا معنا في إحياء أولى برامج هذا المشروع، والتي ستكون صلاة جامعة برعاية كريمة من سماحة السيد عبد الله الغريفي في مسجد العلامة السيد هاشم التوبلاني، تتلوها كلمة لسماحته مع بعض الفقرات الفنية بمناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف يكون الجميع مدعو لحضور مائدة الرسول يوم الاثنين الموافق 14 يناير 2014، وهي المائدة التي سيدعى لها الجميع من أبناء المنطقة لتوثيق عرى المحبة والود بينهم. ومن الموضوع أيضا تخطيط لفعاليات أخرى سيتم تداولها، فكونوا معنا بتبرعاتكم ومساهماتكم، فما أروع الإنفاق في هذا السبيل وما أجمل أن نتكاتف فيه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. مؤسسة القرية العاملة على المشروع. تجمعوا.